طيب لسه مكملين مع حضراتكم، خلينا نروح لملف آخر وهو ملف هام جدا الحقيقة، البحيرات في مصر. البحيرات في مصر بيوصل عددها لتسع بحيرات بمساحة تقترب من 1,900,000 فدان، وبتعتبر من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر بنسبة 12% من الإنتاج اللي بيبلغ 2 مليون طن. بالرغم من كده إنتاجها أقل من المطلوب، عشان كده وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رفع كفاءة الثروة السمكية بالبحيرات. دلوقتي الحقيقة في تحركات فعلية لتحسين عمل البحيرات وإنتاجها لمزيد من التفاصيل. معانا دلوقتي دكتور صلاح مصلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية. خلينا نعرف من سيادته إيه الخطوات اللي بيتم اتخاذها لأن احنا نقدر نزود إنتاجية البحيرات التسعة اللي موجودة في مصر. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني واحنا بنتكلم بوجود تسع بحيرات في مصر، ولكن الإنتاج السمكي منها أقل من المزارع السمكية بنسبة كبيرة يا فندم. أولا سبب هذه الفجوة إيه، وإيه الخطوات اللي الدولة ناوية تتخذها عشان تسد هذه الفجوة؟ طيب خلينا مبدئيا حضرتك نتكلم عن الفرق بين الاستزراع السمكي والمسطحات المائيه، علشان بس النقطه دي تكون واضحه امام الجميع. في فرق طبعا بين الاستزراع السمكي والمسطحات المائيه. المسطحات المائيه قائمه على المربى الطبيعي للاسماك في مسطح مائي بتغذيه طبيعيه. اما في الاستزراع السمكي فقائم على الاستزراع شبه المكثف او المكثف بتغذيه صناعيه بتكنولوجيا في عمليه الاستزراع، وبالتالي الانتاج في المزارع السمكيه شيء طبيعي ان يكون يفوق الانتاج بالنسبه للمسطحات المائيه في البحيرات المختلفه. يفوق، لكن يفوق بهذه النسبه يا فندم؟ بالنسبه للمسطحات المائيه والبحيرات زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، عباره عن تسع بحيرات مصريه في الشمال والوسط والجنوب بتنتج حوالي 12% من اجمالي الانتاج البالغ السنه دي اكثر من 2 مليون طن. فطبعا بالنسبه للمسطحات او المساحه دي كلها تعتبر الانتاجيه الى حد ما ما هياش مرضيه، ولذلك كانت تعليمات السيد رئيس الجمهوريه وتكليفاته وسيادته لينا منذ عده سنوات بالبدء في عمليه تطوير وتطهير المسطحات المائيه والبحيرات المصريه وازاله التعديات. كان في العديد من التعديات اللي موجوده على البحيرات المصريه سواء بالردم او انشاء بعض المنشات او بعض الانشطه الغير متطابقه مع الزراعة السمكي او مع الثروه السمكيه. بالاضافه طبعا كان في هناك العديد من الصيادين بيقوم ببعض المخالفات الخاصه بعمليات الصيد، سواء كان الصيد في الاوقات او الفتره الممنوع فيها الصيد لعمليه التربيه والتحضين للاسماك، او بيصاد بمهنه او بشباك مخالفه او بادوات مخالفه للصيد، او بيصطاد الذريعه. كل دي عباره عن مخالفات موجوده، او بيصطاد اسماك في فتره النمو الاولى. كل هذه المخالفات تم وضع ضوابط وقواعد شديده جدا جدا، وتم تغليظ العقوبات في الجهاز الجديد، جهاز حمايه تنميه البحيرات والثروه السمكيه، بحيث يكون اي تجاوز هيتم في هذه المراحل او تعديات على البحيرات. احنا في المنزله بس ازلنا اكثر من 5200 حاله تعدي على بحيره المنزله. طبعا في خطه موجوده ومتكامله وبتتم بالتنسيق مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وعده هيئات اخرى لتطهير كل هذه البحيرات وازاله التعديات وازاله الحشائش وتطهير البواغيز وفتح مصادر للمياه جديده وتحليل دوري لهذه المياه ومدى جودتها وكفاءتها وتعديد التنوع البيولوجي واضافه الذريعه من الاسماك المياه العذبه خصوصا في المسطحات الخاصه بالمياه العذبه. كل هذه العمليات من التطوير والمتابعه والتدقيق بتتم وان شاء الله تم يعني ابتدينا فيها من سنتين، ومتوقع ان شاء الله ننهيها مع نهايه هذا العام، وبالتالي متوقع ان شاء الله الانتاجيه بتاعه هذه البحيرات تتعافى وتبدا ان شاء الله توصل للمعدل المرضي باذن الله تعالى. ان شاء الله. دكتور صلاح، عايز يعني اركز مع حضرتك اكتر على فكره الاعمال اللي بتتم داخل البحيرات، فكره التكريك للبحيرات، الاهتمام بجوده المياه فيها، لان البحيرات مش بتعمل لها صيانه دوريه، كان بيبقى فيها صرف مصانع، بيبقى فيها صرف صحي، نمو الحشائش، كل دي حاجات يعني كانت بتعطل فكره الاستزراع السمكي او الاستفاده من هذه البحيرات. فعايز اعرف من حضرتك بالتفصيل شويه بعد اذنك الوضع في التسع بحيرات، وهل لسه في شغل في بحيره من البحيرات دي ولا انتهينا تماما من كل هذه الاعمال؟
لا سعادتك احنا لسه ما زلنا شغالين بالنسبه لهذه البحيرات. ابتدينا في بحيره مريوط، وبعد كده اشتغلنا في بحيره البرولوس، واشتغلنا في المنزله بقالنا سنتين، وبحيره البدويل شغالين فيها من سنتين، ومتوقع ان شاء الله نكمل في خلال هذا العام. كل هذه الانشطه شغاله بجدول معين، منه ما هو زياده في فتحات البواغيز وتطهيرها، ازاله الحشائش والبوص من بعض المسطحات اللي موجوده في البحيرات، زياده تعميق البحيره في بعض الاماكن. كل هذه الانشطه طبعا بتتم خلال العامين الماضيين. بالاضافه طبعا يعني احنا لو اتكلمنا عن بحيره بحيره ممكن ناخد وقت كبير، لكن عندنا ايضا بحيره طارون فيها العديد من التحديات والمشاكل شاسلين فيها. كل هذه المراحل بتتم، يعني لو قلنا مثلا بحيره البردويل تم ازاله التركيبات في البوغاز رقم واحد، تم تنفيذ قناه شعاعيه رئيسيه بتبعد عن خط الشاطئ الداخلي بحوالي 500 متر، تم تكريم قنوات لمنطقه شرق وغرب بغاز البردويل، فتح قنوات مختلفه للتواصل بين القنوات الشعاعيه الموجوده في البردويل. كل دي حاجات بتتم بطريقه فنيه محدده ومدققه، وبتتم متابعتها بصفه يوميه. طبعا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور صلاح مصالحي رئيس الهيئه العامه للثروه السمكيه، بنشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات والايضاحات.